السلام عليكم، اشلونكم عيني؟ اشلون الصحة؟ كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة يا ربي. طيب عبد الرحمن، طيب عبد الرحمن. حبيبي يلا كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير، صحة وسلامة يا ربي. كل عام وانت بخير. شيماء محمد منو؟ كل عام وانت بخير، صحة وسلامة يا ربي. كوثر محمد. كوثر محمد. كل عام وانت بخير. ايش ما صار؟ أول عافية ما طلع. بصراحة بدعم من الشيخ خميس الخنجر وزعنا بالبارحة في مناطق مختلفة من الموصل، واليوم أيضا بدأنا بهذه الحملة من الساعة 5 نوزع في مناطق الأيسر. ومن هذا المنبر بصراحة أريد كل من له يسرى من المال أنه كل أم تتذكر عندما تشتري الطفلها تتذكر طفل يتيم أو تتذكر طفل محتاج، تشتري قطعتين بدل قطعة واحدة، واحدة لها واحدة للطفل اليتيم، لكي لا يبقى عندنا من الأيتام الأطفال الذين ليس لديهم ملابس في هذا العيد المبارك. تم توزيع في مدرستنا مساعدات على عوائل الأيتام الأطفال، مساعدات ملابس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهذه المرة الثانية والثالثة تقريبا تم توزيع مساعدات بهاي المدرسة على الأطفال الأيتام، وتم التوزيع على الأطفال وكانت الفرحة بعيونهم شاهدناها عندما استلام المساعدات، استلام هذه الملابس، وفرحة العيد كانت مرسومة بوجوه جميع الأطفال. نشكر السيدة النائبة هدى جرى والشيخ خميس الخنجر على هذه المساعدات للأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. منطقة حي عدن. نشكر النائبة قناة الموصلية أن وزعونا هدوم للعيد ونحن أيتام وفرحنا بهذول الهدوم، نشكرهم جزيلا.